طيب نبتدي باللي فات عشان نوصل للي جاي. كيف رأيت مباراتي الإسماعيلي والبنك الأهلي؟ مباراة الإسماعيلي أولا واحدة من المباريات الحلوة جدا للنادي الأهلي في بداية الموسم، يعني لعبا ونتيجة. صحيح. يعني نتيجة كبيرة أربعة، بتكسب الإسماعيلي أربعة وأداء هايل. وأداء طبعا رائع، فاكتملت فيها الصورة. صحيح. اللي الناس نفسها تشوفها على طول. صحيح. لكن مش كل المباريات بتمشي بنفس الوتيرة. يعني هو كان مستر موسيماني لعب في المباراة ديت بأسلوب جديد أو بطريقة جديدة، يعني اللي هي 3-4-3، وابتدى كمان باثنين نجوم من الصفقات الجديده اللي جت، اللي هم بيرسي تاو طبعا وميكسون. وبيرسي تاو تحديدا عمل شغل نار. عمل شغل هايل وجاب جونين حلوين. انا اول مره كنت اتفرج عليه. أوكي. انا شفت ميكسوني طبعا مع سيمبا، وشفته في مباريات قبل كده، شاركه على فترات. جاب جونين حلوين. بيرسي تاو كان مفاجئ للكل فعلا. جاب جونين حلوين قوي. كان بيلعب باستمتاع، بالذات لما جاب الاجوان خد ثقه كمان. وفي جون منهم جه بدري، فخد ثقه الناس بسرعه يعني. صحيح. وميكسوني برضو قدم مباراه كويسه، واحمد عبد القادر كمان لما نزل جاب جون وعمل مباراه كويسه. فالصفقات الجديده بان انها اضافات جيده يعني الفتره الجايه مع الفرقه وكده. فهو لعب بالاسلوب ده اللي هو، او الطريقه دي اللي هي 3-4-3. الطريقه كانت نالت استحسان الكل، وقلنا هنشوفها تاني في البنك الاهلي، ما حصلش. لا، هو خلي بالك، كل فرقه في الدنيا بيبقى ليها طريقه اساسيه وطرق فرعيه. الطريقه الاساسيه بيبقى خلاص هو المدير الفني مثلا، هي دي الطريقه اللي بيلعب بيها في معظم الماتشات، سواء هو كان قاعد فتره طويله او حتى لما لسه بيكون جاي بيبقى ليه اسلوب او طريقه عايز يلعب بيها. فهي في معظم الفتره اللي فاتت كنا بنلعب 4-2-3-1. صحيح. هو جه في المباراه دي ولعب 3-4-3 ونجحت، لكن مش معنى كده ان لازم كل مباراه تنجح بنفس الشكل، لانك فيها اختلافات شويه في تحركات اللعيبه عن طريقه 4-4-2-3-1. هو برضو ابتدى بنفس الشكل في مباراة البنك الأهلي، ابتدى ب 3-4-3، بس هو كان تغيير وحيد بس. ديانج كان طبعا ما بيلعبش، فلعب أكرم توفيق في وسط الملعب جنب عمرو السولية، ولعب محمد هاني باك يمين. يعني هو لعب بنفس الطريقة 3-4-3 البداية، في الشوط الأول. الشوط الأولاني ما عملتش شغل زي ما عملت في ماتش الإسماعيلي. تاني، لأنه نرجع لنفس النقطة. لأنه مش كل مباراة أحداثها بتمشي زي التانية. هو مفهوم يا كابتن عرابي ان لكل مقام مقال، تعالى نسميها كده، لكن على الاقل بيكون في حد ادنى لازم يكون مرتفع شويه من جوده الاداء. طبعا دي حقيقه. برضه دي حقيقه. الشوط الاولاني ما كانش حلو فعلا، بس انا بقول لك الاختلاف في ايه. مباراه الاسماعيلي اولا الاهداف جت بدري، يعني اول ربع ساعه وبعديها خمس دقائق، يعني في لغايه الدقيقه 23 كنا جايبين جونين. الاسماعيلي اساسا لعبه مفتوح قوي. اسماعيلي بيمر برضو بحالة ظروف معينة، فاللعب كان مفتوح بدرجة كبيرة جدا، فالمساحات ادت حرية لعبة النادي الاهلي ان يلعبوا بانطلاقة واختراق والهدفين كمان سهلوا المباراة كتير. لما تجيب جونين في اول تلت ساعة سهلوا المباراة كتير. لا، ويبقى لهم انعكاس كمان النفسي على الفريق المنافس. مظبوط. فقدرنا نجيب جونين تانيين، وكان ممكن نزود كمان الحصيلة. في مباراة البنك الاهلي كان متوقع انه خالد جلال مدير فني البنك الاهلي بعد ما شاف مباراة الاسماعيلي اكيد مش هيفتح خطوطه زي ماتش الاسماعيلي. وقد كان عمل تكتلات دفاعية. يعني كان بيلعب بتكتلات كتيرة، لدرجة ان هو لعب برضه بتلاتة في العمق في الدفاع، ما لعبش باتنين. يعني يعني برضه لعب يعتبر يعني تعتبر 3-6-1 كمان. ما ابتداش يهجم الغير في التلت ساعة الأخيرة اللي هو عمل خطورة فيها على النادي الأهلي. صحيح. يعني هي دي الفترة اللي النادي الأهلي الديفنسر ارتبك فيها وضغطنا، ورغم ان احنا اضعنا فرص، لكن كان ممكن برضو هم اضعوا برضو فرصه او فرصتين، كان ممكن يحصل تعادل يعني. فالمباراه ابتدت كده، فالمساحات ما كانتش مفتوحه بالدرجه الكبيره زي ماتش الاسماعيلي، مع كمان انه في بعض اللاعبين اللي كانوا في مستوى عالي على المستوى الفردي يعني،
في مباراة الإسماعيلي كانوا أقل كتير في مباراة بما فيهم بيرستاو نفسه بما فيهم بيرستاو صحيح. بس أنا قلت لك بيرستاو ممكن يكون المساحات لما اتقفلت عليه ومفيش مساندة كبيرة من الناس اللي تحت حصل إنه ما ظهرش بالصورة الكبيرة زي مباراة الإسماعيلي، لأنه الطريقة دي بتتطلب إن الباكين يبقوا مهاجمين على طول زي الأجنحة يعني بيبقوا طالعين لقدام قوي. علي معلول وكان هاني في الشوط الأولاني بعد كده أكرم توفيق كمل كمان الاثنين الارتكاز اللي هم في الشوط الأولاني كان أكرم وعمرو ما كانوش قادرين يظبطوا التكملة الهجومية والسيطرة على وسط الملعب بالطريقة اللي كانت موجودة في ماتش قفشة كان مايل دومال كتير ما كملتش قفشة كان مايل ناحية اليمين وميكسوني ناحية الشمال وبيرستاو قدام فبيرستاو كان منعزل شوية ما كانش فيه زيادة عددية من اللاعبين للمساندة داخل ال 18 فهو لما لقى التكتل كده ابتدى يرجع للطريقة الطبيعية بتاعته اللي هي 4-2-3-1 بنزول محمد شريف نزل محمد شريف بعد حوالي 5 أو 6 دقايق من الشوط الثاني ورجعنا لطريقة 4-2-3-1 اللي هو أخرج هاني ولعب أكرم توفيق باك يمين وطلع حمدي فتحي من الثلاثي اللي هم في العمق طلعوا لقدام مع عمرو السولية ودخل مجدي قفشة لتحت راس الحربة رجع للأسلوب اللي هو 4-2-3-1 بأكرم توفيق بنون ايمن اشرف معلول الاسلوب ده حمدي الاسلوب ده اتكرر كتير لدرجه انه ابتدى يبقى محفوظ يعني لينا ولكل الفرق اللي بتلعبنا هل ده معناه ان دي الطريقه الاريح من وجهه نظر او الاضمن او الامن من وجهه نظر المدرب ولا دي الطريقه اللي من وجهه نظره برضو شايف انه يقدر يستغل من خلالها قدرات وامكانيات كل لاعب في مركزه هي دلوقتي الطريقه دي حتى من قبل موسيماني ما يجي النادي الاهلي بيلعب بيها في اخر 3-4 سنين أو 5 سنين من ايام فايلر وقبليه يعني المدربين اللي سبقوه كنا بنلعب ده يدعم السؤال ليه؟ ما هو لانه انت الطريقه كل مدرب بيبقى ليه طريقه هو بيلعبها حتى لو راح على فرقه وشاف العناصر برضه هو بيفرض اسلوبه حتى لو هي مغايره لامكانيات الفرديه للعيبه وفي مدرب بيروح يعمل طريقه على الامكانيات اللي موجوده عنده